مستمرين مع كابتن فاروق، كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، بنبارك من جديد للنادي الاهلي في فوضى اليوم، وبيسعدنا اكيد في هذه اللحظه تكون معنا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. بنبارك لك طبعا كابتن سيد، لكن عايز اخد تقييمك بشكل عام النهارده للمباراه. نقدر نقول بعض الاجهاد بعض المباريات المتتاليه كان ليها تاثير النهارده في المباراه، ولا تقييمك بشكل عام للمباراه؟ الحمد لله، طبعا مهم جدا المكسب النهارده، وكان مهم جدا جدا ان احنا ناخد 3 نقاط يعني في مباراه انا عارف انها هتبقى مش سهله، وكانت مباراه الدور الاول نفسي من وائل كده، لكن الحمد لله. يمكن زعلنا بس اصابه عبد الله النهارده، لكن خلينا نخوض الايام اللي جايه والمباريات اللي جايه، وان شاء الله الرحمن نحضر للي جاي كويس باذن الله. النادي الاهلي عنده هدف او عنده دوافع متجدده بشكل كبير، الهدف الاقوى هو البطوله، لكن الهدف اللي هو القصير هي المباراه و3 نقاط. الفتره اللي جايه بالنسبه لكم ازاي؟ انا عارف ان حسم الدوري ده ما بتحبوش تتكلموا فيه لان لسه المباريات بشكل كبير يا كابتن سيد. لا، خلينا ناخدها مرحله مرحله وخطوه خطوه. عندنا مباراه مع النصر بعد 48 ساعه، لازم نحضر لها بشكل كويس، وانت شفت يعني كل مباراه بيبقى لها ظروفها الخاصه ولها احداثها الخاصه اللي ممكن تسهلها او تصعبها يعني. فخلينا نقفل الصفحه بكل ما فيها ونستعد اللي جاي باذن الله. يعني كابتن سيد، بيبقى بتنزل ليك ملاحظات على الارض، بتحاول انت تشوف ارضيه الملعب. النهارده شفنا يعني بعض الاصابات وبعض التخبطات كده في اللعيبه، نقدر نقول كان ليها تاثير النهارده بارضيه الملعب كابتن سيد؟ يعني برج العرب نشكر كل المسؤولين عليه، يعني احنا خدنا مباريات هنا كتير جدا على المستوى الافريقي او المستوى المحلي يعني، وفي ضغط وفي فرق كتير بتلعب عليه، الاتحاد وسموحه والمصري ذهابا وايابا يعني، فاستحملنا كتير. احنا دلوقتي نستحمل شويه، لكن اعتقد ان خلال اسبوعين ثلاثه الدنيا هتبقى كويسه باذن الله. سعد وعلي، انا عارف ان هم يمكن خلاص دخلوا في مراحل النهائيه، هل نقدر نقول راحتهم النهارده عشان يمكن لسه راجعين من الاصابه، والفتره اللي جايه يكونوا متواجدين مع النادي؟ الحمد لله هم مشاركين معانا في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله باذن الله على حسب رؤيه الجهاز الفني يكونوا موجودين معانا الاسبوع اللي جاي باذن الله. شكرا.